في مشكلة كبيرة بطلتها الدكتورة عزيزة عفيفي. معايا الدكتورة عزيزة يا فندم، أهلا بيكي. أهلا بيكم. أهلا بيكم. اتفضلي يا فندم، أنا سامح حضرتك. المشكلة فين يا فندم؟ أنا بقالي 37 سنة موظفة في وزارة التنمية المحلية. تمام. فضلت 6 شهور وأطلع معاش. اشتغلت بما يرضي الله، مسكت أماكن قيادية كتيرة جدا. كل مكان بمسك فيه سبحان الله بلاقي مخالفات كبيرة، أملاك دولة، حاجات كتيرة كانت ملفاتها بتبقى مقفولة، لأن اللي بيبقى متعدي عليها ناس ليهم مراكز مرموقة. فكل مكان كنت بروح فيه أفتح فيه ملفه، وكنت الحمد لله بخلصه وبنهيه تماما. القناطر رحت خلصت الملف وخدنا أملاك الدولة وعملنا الطريق اللي كان مغتصب. بعديها بشهرين اتشلت على طول وقعدت موظفة تاني كأني لسه خريجة جديدة. بعد كده رحت الخصوص، برضو كان في بعض والد نائب برلماني برضو متعدى على أملاك دولة، لما جيت أهدها وتطرقت ليها مجرد إن حسوا راحوا شايليني بالرغم إن أنا نفذت الناس وهم رفضوا. بعد كده رحت حي شرق شبرا الخيمة، كان في تعديات كبيرة جدا على أملاك دولة خدناها الحمد لله بفضل ربنا. التعديات بتاعت شبرا دي يعني مين اللي كان وراها؟ ده كان رئيس مجلس الإدارة، كان نائب برلماني، وكانت قضية كبيرة جدا، كانت القضية مقفولة من سنة 98. بعد كده هد أرض نادي وكان هيباعها بالمزاد العلني، والورق ده كله معايا، والحمد لله جبنا أمر وقتي ووقفنا المزاد فورا. غير المزاد من حي شرقي وداه في قاعة في الزمالك، برضو بعت جوابات وقفت المزاد. تمام. تدخل بعض نواب ليهم مصالح، كانوا هيشتروا المتر ب 800 جنيه، وبعد كده هي لعبه معينه بيبيعوا المتر ب 15 ب 10 ب 12 تبع المكان. 15 جنيه؟ 15000. 15000. يعني هو سعره عاوزين يشتروه ب 800 وهو سعره 15000. هي مزاد كده اتعمل، وهي ارض اصلا مش ارضهم، دي ارض دوله ونادي، نادي شباب اصلا. يعني هو يا دكتوره يعني هي الارض مش بتاعتهم اصلا وعاملين عليها مزاد. لا مش بتاعتهم. هم عملوا مزاد، وانا فورا رحت بعت وهدوا النادي واتهموني ان انا هديت النادي، واشتكوني في وزاره الداخليه وفي رئاسه الوزراء ان انا اللي هديت النادي. جبت المستندات والتصوير والفيديوهات ان هم اللي هدوا النادي، وبقت القضية ديت رقم 7009 لسنة 2017. بفضل الله احنا خدنا 10000 متر كانت أراضي دولة منهوبة من سنة 98، ورجعت كمان بإيه؟ بمقابل الانتفاع بتاعها لا يقل عن 40 مليون جنيه. بدأت بقى الأرض ديت بدأ يتدخل عليها بقى عديد من النواب، من ضمنهم نائب اتصل عليا قال لي انت بتحاربي في ايه؟ دي ارضهم. قلت له يا فندم المحكمه والايام هتثبت. ثبتت الايام ان دي فعلا ارض دوله واستلمناها. تمام. واللواء محمود عشماوي ساعتها قال لي انا هعمل لك مكافاه كبيره انت واللجنه بتاعه المساحه، واللواء اسامه رئيس هيئه الرقابه الاداريه في بنها شكرني على ترابيزه الاجتماعات وقال لي انا بشكرك ان انت جبتي ارض الدوله. تمام. طيب بعد كده اتفضل. بعد كده بدات تاني اتدخل برضو في 7.5 فدادين املاك دوله ورا الاسم اللي هي ارض الاوقاف، برضو ورا اسم الشرطه، ورا اسم الشرطه بتاع حي تاني. تمام. انا جبت الراجل، رحنا علشان نهد بعض النواب تعرض لينا، ونائبه تحديدا تعرضت لينا. المهم قالت ما اسمها ايه دي. اسمها ايه يا فندم النائب؟ انا مش هذكر اسماء بعد اذن حضرتك، انا بقى بقول التفاصيل والورق معايا. تمام. طيب يعني حضرتك انا عايزه مواجهه. يعني انا بطلب النواب اللي بيتهموني ان انا قصرت وشالوني قبل ما اطلع على المعاش. شالوك ازاي يا دكتوره؟ يعني عملوا ايه؟ حضرتك 5 نواب راحوا في البرلمان، خمس نواب دول بتوع شبرا، الخصوص نائب
أيوب نائب عمه متعدى على أملاك الدولة وخلاني ما هددش في الموجة ال11 بتاعت رئيس الجمهورية. ولغينا الحملة بأوامر إن إحنا نلغي الحملة وأروح فورا على المحافظة. ده اليوم اللي طلع لي فيه قرار إن أنا أوامر. أوامر من مين؟ يعني جت أوامر من مين يا فندم؟ يعني إحنا قدام رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية على الهوا بيقول أي تعدي على أراضي الدولة ايا كان مين تتم ازاله هذه التعديات، فتيجي اوامر من مين توقف حمله طالعه لازاله هذه التعديات؟ انا كان معايا ساعتها اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظ الايوبيه. جالي تليفون من الدكتور عواد السكرتير العام للمحافظه، قال لي تعالي فورا. قلت له يا فندم انا عندي حمله ازاله. قال لي تعالي فورا. بنفس اللحظه لقيت اللواء محمد عبد الوهاب نزل من عربيته اللي كان سابقني بيها، قال لي يا دكتورة عزيزة أنا جالي تليفون من المحافظ نلغي الحملة. من المحافظ؟ وتعالي... أيوه. وتعالي على المحافظ اللي هو اللي... الدكتور علاء. كان قبل كده اللي هو محمود عشماوي لما قلت إن في أراضي دولة منهوبة قال لي اصبري هجيبها لك بحرفة، وبالفعل اللي هو محمود العشماوي ربنا يبارك فيه رد الارض بتاعه الدوله بكل احترامنا وبكل هيبتنا، واتامر كذا مره انه يشيلني وحافظ عليا. تمام. لانه قال لا دي بتسترد املاك دوله ما ينفعش ان انا اشيلها. يعني في الوقت مجموعه من الـ الـ النواب النواب حضرتك النواب ثلاثه من حي شرق وواحد من اليوب وواحد من الخصوص. طب احنا معانا يا 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 دكتوره يا دكتوره خليكي، لان احنا بقى ايه طالما فتحنا هذا الموضوع الشائك خلينا يبقى والراي العام اهو بقى طرف في الموضوع، خلينا نتكلم من ايه من الطرفين، لان احنا معانا اتنين من نواب النائب المحترم سيد حماد والنائبه سرايا الشيخ. خليكي معانا يا فندم. طيب سياده النائبه سرايا الشيخ اهلا بيك يا فندم. سياده النائبه اهلا بيك، سمعت حضرتك. حضرتك سمعتي معانا يا فندم الدكتورة عزيزة؟ ايوه سمعتها. ايوه. وتعليق حضرتك ايه يا فندم؟ تعليق حضرتي اسالها كده من هي سرايا الشيخ، انا ملقبه تحت قبه البرلمان نائبه الغلابه. اقسمت يمين كل اللي سرق منه الكوبايه يا مصر لا يرجعها، لان في اراده سياسيه، في رئيس دوله بحافظ على هذه البلد، وفيه ناس وفيه نواب شرفاء محافظين على هذه البلد، وقلت اللي سرق كوبايه من شبرا الخيمه لازم يرجعها. تمام يا فندم. ده اللي حضرتك بتقوليه على دماغنا طبعا، وقيمه حضرتك محفوظ، بس هي الدكتوره بتقول ان النواب كانوا وراء وراء انه انتوا طلعتوها من شغلها لان هي بتحافظ على اراضي الدوله. يا سيدي الفاضل هي ما تعملنيش فيها بطله قوميه يعني. الدكتوره عزيزه اول ما جت انا قلت لها قسما بالله انا هخليكي محافظ في مكانك، وهرقيك واخليكي محافظ. تمام. تشتغلي معايا بما يرضي الله، اسالها كده. انا خدتها ولفيت بيها، قلت لها ادي الساحات اللي ماليه الشوارع، ادي المخالفات، ادي البنى، اسالها 426 برج اتبنوا في عهد عزيزه السيد في 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 شرق شبرا الخيمه. مخالفين مين اللي سمح لهم؟ وخدت منهم كام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك بالنسبه لارض الاوقاف اللي هي بتقول نائبه راحت وعملت، ايوه انا رحت وعملت بيان عاجل في المجلس بعدم هدم هذه المنازل. لما اجي تكون في مبدا في القانون يا سيدي الفاضل بيقول اتفضل ان لا يوجد هدم للمباني ولا يصح هدم المباني التي عليها نزاع قضائي. في قضيه منظوره في الدوله في القضاء. تمام. اترفع على هذه الارض الاوقاف رفعت 108 قضيه على هذه الارض وقالت ان الارض دي بتاعتي. المستشار او القاضي قال لهم يا جماعه هاتوا ورقه واحده تثبت ان هذه الارض ملك الاوقاف. تمام. لما هم يا سيدي انا على القناه. نعم. ايوه مع حضرتك. اتفضلي. لما قلت في 108 قضيه اترفعوا على الاوقاف والاوقاف خسرتهم ولسه في ما زالت في اخر قضيه
هتنظر امام القضاء يبقى لا يجوز الهدم على هذه المباني. الدوله ما طالما في خلاف، طالما في خلاف قضائي فلا يزال. اللي انا قلته في البيان العاجل بتاعي، لما انا رحت والاقي الناس اللي باتوا 70 متر، اللي باتوا 100 متر، 120 متر، واصحاب اللي برقم متسابه واجي على الغلبان وهدوا لا. طيب سياده النائبه، طيب سياده النائبه خليكي معايا. الدكتوره، يا دكتوره عزيزه. ايوه يا فندم اتفضل. حضرتك استمعتي لسياده النائبه؟ قولي لنا. انا هتكلم، ممكن تسمح لي بقى؟ طبعا. انا يا فندم انا قاعد اسمع بس ماليش علاقه. ايوه الاول هي قالت اسالها خدت كام، اتمنى انك يعني اتمنى انك تسجل النقطه دي وما تنساهاش لو سمحت. نعم متسجله. طيب ثاني حاجه، احنا في اليوم ده انا كنت هناك لسه رئيسه حي شرق شبرا الخيمه، لما رحنا علشان نهد حصل تجمهرات، طبعا كانت ببعض زق من بعض الناس مش هذكر اسماء، كان اللي هو محمود عشماوي. في يوم تاني لما انا فشلت اول مره لقينا واحد اسمه برد، مش هتكلم خلي الورق معايا والاسماء معايا، جه وقال انا معايا اوراق، اللي هو محمود عشماوي، وقال له بناقش الاوراق ديت مع الدكتوره عزيزه في مكتبها. الراجل المواطن جاني وانا متاكد. طب انت الاوراق الاوراق دي حضرتك ليه ما رحتيش بيها للنيابه يا فندم؟ لا رحت، ما انا هقول لحضرتك، رحت جايه متصله على المامور ورحت محرره محضر. رحت ارجوك ركز معايا لو والله سمحت. مركز انا قاعد بعمل ايه؟ مركز رحت والله. رحت محرره محضر رقم 68 78 لسنه 2017. وقدمت كل المستندات. الراجل خد سنه سجن، الراجل خد سنه سجن وخد غرامه اعتقد 1.5 مليون لاني مش متاكده. في الاستئناف برضه بتاريخ 23/6 اتايد الحكم. لقيت النائبه ثريا الشيخ مقدمه بيان للبرلمان وده مخالف للقانون، بتقول ان احنا عايزين نرجع لان المجلس المدينه ما قدمش اي مستندات. في حين ان انا قدمت المستندات والراجل اتقبض عليه من مكتبي والملف خلصان والراجل خد حكمه في الاستئناف، خد حكم في نفس الوقت. حضرتك اللي النائبه كانت بتتشفع للراجل بنى 7 مخالفات ثاني تعديات على املاك الدوله والاوراق موجوده. وبكده الغت قانون الري 144 والغت الموجة 10 والموجة 11 بالنسبه للراجل، والناس كانت عايزه تروح تسدد رسم الفحص، لكن كان رسم الفحص انتهى بتاريخ 14/6. وبعد كده قالوا اللي ما دفعش رسم الفحص لازم الارض دي تعود للدوله. الاوراق كلها حضرتك معايا والموضوع ده النائبه ثريا الشيخ ارتكبت اكبر خطا ان هي عرضت طلب احاطه زي ده في البرلمان، ضللت بيه البرلمان بعد اذن حضرتك، لان دي املاك دوله مش مجرد تعدي اداري. حتى لو تعدي اداري طبقا للقانون 119 اللي بتوقفه محكمه اداريه عليا مش برلماني او قرار في برلمان. طيب احنا معانا، خليكي معانا بقى. احنا هو ايه، كل انا قاعد بسمع ولا بتدخل ولا بعمل حاجه، بس خليني اروح لسياده النائب سيد حماد. معانا يا شباب، يا سياده النائب، سياده النائب، يا سيادة النائب معانا؟ معاك. قول لي يا فندم ايه اللي يعني انت حضرتك سمعت الدكتور عزيزة في اللي قالته؟ بنحيي حضرتك يا دكتور محمد. اشكرك. اشكرك. الو؟ اتفضل معاك يا فندم. بنحيي حضرتك عشان برضه ما بقاش فيه مغالطات. صحيح. موجودة زي اللي موجودة في الشارع دلوقتي. تمام. أولا حضرتك احنا جميعا بيحكمنا قانون واحنا في دولة مؤسسات. صحيح. القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وما هو دور النواب؟ وفي دستور بيقول للنائب إلى جانب الدور التشريعي الدور الرقابي. هل ما تقول الدكتورة عزيزة هي عايزة تمنع نواب مصر إنهم يقوموا بدورهم الرقابي؟ لا، ما حدش يقول كده طبعا. أدوات رقابة واحدة عندما يتواجد مخالفات من الأجهزة التنفيذية داخل حي أو محافظة، هل النائب هيقعد يتفرج عليها؟ تقدمنا بطلب احاطه يوم 28/6 التجاوزات في حي شرق القيمة لها والقصب.
سياده النائب ممكن بس لانه يبدو انك واقف في مكان الشبكه فيه مش كويسه. طيب معلش عشان لا انا معاك انا معاك. حضرتك معاك اهو. اتفضل. حضرتك قدمنا بطلبات الاحاطه في شهر 11/2017 عن بيع خرده بدون استخدام الضوابط والقواعد المنظمه لذلك ودون اختيار هيئه الخدمات الحكوميه. الخردة دي كانت اتباعت في حي شرق شبرا الخيمة دون علم هيئة الخدمات الحكومية. والدكتورة عزيزة كانت رئيس الحي. حي شرق. تمام. حي شرق شبرا الخيمة. تمام. تم الطلبات، تم مناقشتها في اللجنة يوم 28/11. وحيلت إلى جهات التحقيق. إحنا كعمل رقابي ليس لنا تدخل في نقل موظف أو مدير أو رئيس حي. احنا بنقوم بدورنا الرقابي الى جانب دورنا التشريعي. اللي كان في طلب احاطه ثاني بخصوص سياره حي شرق عربيه رئيس الحي كمال عام. هذه السياره كانت بصحبه الدكتوره رئيس حي شرق شبرا الخيمه وعملت حتى في منطقه طوق محل اقامتها. لن يتم تحرير محضر. لن يتم تحرير محضر بالواقع. وقامت باصلاحها عن طريق رجال الاعمال. اصلاحها طبعا بطريقه غير فنيه. بالتالي نزلت السياره ما مشيتش على الطريق والى الان هذه السياره موديل 2015 ميتسوبيشي جيب مغلق. سياره مكهنه في الحي موديل 2015. لما تقدمنا نزلت اللجنه وحضرتك لو عايز الورق ابعت لحضرتك الورق بعد جهات التحقيق ما تخلص. تمام. واخد بالك؟ تمام. ده اهدار مال عام صارخ. كان في عندنا 468 برج سكني تم انشاؤه في حي شرق شبرا الخيمه من شهر 2/2017 الى شهر 11/2017 بدون ترخيص. وطالبنا بتشكيل لجنه تنزل على الطبيعه عشان تشوف هذه الابراج. يعني ايه برج بدون ترخيص حضرتك؟ يعني بدون اشراف هندسي. يعني انا بعرض الدوله لكارثه. بحمل على المرافق العامه للدوله بلا تطاق. الحاجة الثانية بهدر المال العام للدولة. مفيش رسوم بتخش الدولة. ده كل الرسوم بتخش عبارة عن ايه؟ جمع أموال بدون وجه حق. اللي هي حضرتك. فأنتوا بالوقائع دي قدمتوا طلب إحاطة. طلبات الإحاطة تقدمنا بيها نواب شرق شبرا الخيمة. أنا بكلم حضرتك في سنة 2017. تمام. أثناء وجود الدكتورة عزيزة. عزيزة رئيسة لحي شرق شبرا. تمام. واخد بال حضرتك؟ الحاجة الثانية كان التصرف عشوائي كله. قامت بعمل 41 كشك على منطقه اسمها مصرف مستورد. تم جمع اموال من المواطنين 3500 جنيه من كل مواطن عشان هيحصل على كشك. الى الان مفيش مواطن استلم الكشك بتاعه. ده ما يعدش اهدار للمال العام. الحاجه الثانيه هي اتكلمت في حاجه كويسه قوي. قالت انا جبت 10200 متر. هذا الطلب لو عايزني في الاستاذ وانا مع حضرتك. الطلب انا اتقدمت بيه لمحافظ الاليوبيه اللواء عمرو عبد المنعم قبل اللواء محمود عشماوي ان في لنا حوالي 16000 متر في شركه الكابلات الكهربائيه المصريه. وبطلب نزول المساحه. كانت لسه الدكتوره عزيزه مش موجوده في حي شرق. موجود اللواء بناس بس عشان هي ترد. قاموا دفعوا 20000 جنيه للمساحه. المساحه نزلت. كان اللواء بناتي مشي. نزلت الدكتوره عزيزه طلعت المساحه قالت 10200 متر. يعني احنا ما بنقدرش مال الدوله. تمام. طيب خلينا نبحث عن المال العام. تمام. خلينا سياده النائب. طيب خلينا دكتوره عزيزه حضرتك سمعتي سياده النائب سيد حماد. يا دكتوره. ايوه يا فندم سامعاني. اتفضلي يا فندم اتفضلي. هم فعلا اتقدموا بطلب احاطه للبرلمان. وكانت حاجه غريبه جدا ان هم يتقدموا لطلب بطلب احاطه في رئيس حي ودي ما بتحصلش ابدا. لا بس هو حقهم يعملوا لانه دي دي اداه رقابيه اداه برلمانيه يعني. اتفضلي يا فندم. ده بيديني قيمه كمان. طب يعني كويس. ما هي سيادتنا ايه قالت هتبقى هتعملك محافظ. لا شكرا جدا. المهم طيب حضرتك لقيتهم فوجئت ببيان نازل. البيان نازل صريح وكاني فعلا مدانه مكتوب فيه ان انا لا اصلح بنسبه 10% وان انا جمعت فلوس وان انا بعت الخرده واني 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 واني. تمام. راح جاي حضرتك البرلمان راح باعت فورا بتشكيل لجنه. اللجنه جت لجنه تقصي الحقائق من وزاره الماليه هيئه الخدمات الحكوميه التفتيش والمتابعه من المحافظه
واتعمل تقرير من لجنه تقصي الحقائق واتعمل فيديو كمان، قلت لهم لازم تصوروا الخير ده فيديو. فهموني ان بعت المخبز اتصور فيديو. المهم نزلت اللجنه قالت ان انا ما عنديش اي مخالفات نهائي، وراحوا بعتنها للبرلمان. كان الدكتور سجيني والدكتور فرحات هو اللي راح بالملف كله. لما راحوا قالوا خلاص يبقى كده ما فيش عندها اي مخالفات نهائي. كويس. جيت بعد خلاص الموضوع كده ايه اتقفل كده عند حضرتك. يعني بناء طلب الاحاطه ده لما تم التحرك على اساسه الناس جم وشافوا وفتشوا ولقوا ما فيش عندك حاجه. جم حتى ساعتها سيد بيه حماد قال لرئيس اللجنه الورق ده صور، الورق ده مزور. قال لي يا فندم اجيب لك الاصل، راح مطلع له الاصل، طلعت برضه سليمه 100%. تمام. بالنسبه للعربيه اللي بيقول لك من سنه 2015، العربيه دي قديمه جدا، وبالفعل العربيه عملت حادثه، واللواء محمود عشماوي نفسه جه شاف العربيه قال لي يا بنت حميده ربنا انت سليمه. قلت له انا زعلان على العربيه. مين صلحها يا فندم؟ يا فندم اللي صلحها شخص قال لي انا هاخد العربيه زي ما خدتها هجيبها لك. العربيه اشتغلت تاني بعديها ومش ركبت مع مش يعني لا هو 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 سيادتنا بيقول ان في رجال اعمال هم اللي صلحوه. يا فندم انا قلت مش هذكر اسماء خالص دلوقتي. لا ما احنا ما بنقولش اسماء اهو يا فندم. هل صلح العربيه رجال اعمال ولا لا؟ يا فندم اللي خد العربيه صلحها النائب عبد السلام الخضراوي. طيب ماشي. قال لي انا هصلح لك. احنا كلمنا النائب عبد السلام الخضراوي ورفض يدخل ويتكلم، بس حضرتك بتقولي اهو. لان النائب عبد السلام مش عاجبه الوضع ورفض اللي بيحصل، بس هم خدوهم معاهم. قال لك انا مش هينفع ان انا ما اتضامنش مع نواب دايرتي. اكمل بعد اذن حضرتك. اتفضلي. العربيه خرجت واتصلحت وكانت جايه زي الفل من عند النائب عبد السلام الخضراوي وهو يشهد بكده. العربيه ركبها بعد مني الاستاذ عبد الحكيم القاضي، مسك بعد مني الاستاذ مصطفى بيومي ركبها، بدليل في عند حضرتك مخالفتين للعربيه بعد انا مشيت، مخالفه في شهر 4 ومخالفه في شهر 5 وانا ماشيه في شهر 1. مخالفات مروريه. العربية موجودة. ان هي اشتغلت يعني دليل ان هي اشتغلت بدليل ان هي عاملة مخالفتين بعد انا ما مشيت، مخالفة في بني سويف ومخالفة في بنها. كان مين اللي راح بيها بني سويف؟ ده الحمد لله ان ما كنتش موجودة، والا كانوا قالوا ان انا. العربية شغالة يا فندم، العربية مش من سنة 2015، ده العربية قديمة جدا. طيب. بالرغم من كده انا كنت محافظة عليها. طيب خليني حضرتك لو سمحت لي ارجوك، يبقى انت كده موضوع الخرده وموضوع العربيه ما ينفعش اعمل محضر. طيب لحضرتك موضوع الاكشاك يا دكتوره. يا فندم الاكشاك دوت كان جاي لنا مشاكل في مستورد، لان كانوا الساده النواب تحديدا النائبه ثريا الشيخ والنائب سيد حماد كانوا واخدين موضوع الاكشاك ده لدعايتهم وحب الناس فيهم، فكانوا بيدخلوا كمية كشاك رهيبة. رحت انا عاملة حاجة اسمها يعني عملت حاجة نموذج كده، ان احنا قلنا خلاص احنا هنعمل اكشاك على الاسوار الحكومية زي اللي جابنا من قرار رئيس الوزراء قال استغلوا الاسوار الحكومية. وجبت الحاجة وعملتها، واللواء محمود عشماوي جه وصور، وعملت منافذ للجيش، وعملت منفذين لمجلس المدينه، كنت هنجيب الفاكهه والخضار واللحوم من المصدر. طيب. نفسه. طيب يبقى ده طيب يبقى ده لك شك. الاراضي ايه يا فندم؟ الابراج الابراج اللي هو سياده النائب. ما فيش يطلع حضرتك، هو مش بيقول اولا، هو بيقول انا اتحولت لتحقيق، انا ما احلتش لاي جهه تحقيق، بالرغم ان هم قالوا ان انا احلت المحكمه التقديميه والنيابه عامه، ده ما حصلش خالص. يجيبوا لي رقم قضيه بعد اذن حضرتك، رقم قضيه واحده. انا كل حاجه اتكلموا عليها في الشارع لدرجه. طيب. انا كل اللي انا عملته في حي شرقي بعد اذن حضرتك اتفضلي تضامنت مع الشباب ومع رجال الاعمال، عملنا ميادين ببلاش. عملنا محلات للشباب والمعاقين وهم هدوها بعد انا ما مشيت. طيب. امروا رئيس المجلس اللي عندهم يهدها. طيب يا دكتوره، لانه احنا الناس موجودين، فاحنا ما احنا احنا عاملين حوار اهو راقي جدا ومتحضر ومحترم. يا سياده النائبه ثريا الشيخ، حضرتك لسه معايا؟ يا سياده النائبه طيب قفلت
النائب سيد حماد، حضرتك لسه معايا يا فندم؟ معاك يا فندم. طيب هل في تعليق لحضرتك على الكلام؟ طبعا طبعا طبعا. اتفضل. يعني من يبحث عن مجد شعبي مسيف فهذا هذه مغالطه. عشان نقول بس ايه كده. تمام. ما روي كله كلام يعني خيال وبحث عن مكسب شعبي مزيف. انا عايز اقول بس ايه، بلاش كفانا مغالطات بقى، كفانا مغالطات. انا قلت لحضرتك في 468 برج حوالي ده ممكن يزيدوا. ها 468 برج بدون ترخيص حضرتك على الارض اللي هي كانت لسه بتقول عليها انا نزلت اهد ونزلت ومنعوني، اللي هي الارض اللي ورا الاسم دي. تمام يا فندم. وغيرها 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 حوالي 90 فدان اتبنوا. ماشي، اتبنوا بايه؟ وصل الدكتوره جنب حضرتك وهي قالت معاك ان الفلوس المشاركه المجتمعيه، اما تيجي تجيب المواطن وتقول له انت دفعت قد ايه يقول لك 80,000 بمقابل ايه؟ بمقابل ان انا اخالف القانون. لما المواطن العادي ابو بيت دورين ثلاثه اللي ما فيش منه خطوره يتم عقوبته، واما تبقى ابراج تمام شاهقه وبتصنع لي كارثه زي ما بنشوف كده اسكندريه برج وقع مرتين وقعوا ليه بدون اشراف هندسي؟ احنا ما بنتقدم بطلب، احنا مش ضد ان المواطن يبني بس يبني شرعي. موارد الدوله لابد انها تخش خزنه الدوله. كنا دايما لما نسال يا دكتوره في مواطن طيب طيب لانه طيب لان احنا كمان احنا معانا بعد الفاصل نائب مهم جدا الصديق العزيز الاستاذ ايهاب الخولي، فعشان ايه يبقى الموضوع بس ما يفتحش مننا، لان احنا ممكن نقعد شبرا الخيمه في مشاكلها اليوم الايام. خليني اخد بس تعليق من سياده النائبه سوريا، رجعت لنا؟ تفصل من عندكم معلش. يا فندم احنا اسفين. أنا في تعليق لحضرتك على الكلام اللي ردت بيه؟ اتفضلي. في تعليق كمان، اول ما جت الدكتوره عزيزه الحي زي ما قلت لحضرتك قلت لها خليكي معايا وادي الساحات وادي قالت لي ما تكلمنيش بعدها بيومين، قالت خلاص هشيلها بعدها بيومين، تقول لي لا الناس هتخلي الساحات، انا لازم اخلي الساحات عشان ما تتراكمش زباله. شبرا الخيمه بقت كلها ساحات، شارع 15 مايو اللي كان بيتضرب به المثل وامتداد لمصر الجديده على عهد الدكتوره عزيزه بقى مقلب للقمامه. تمام. بالنسبه ليا لها الفلوس لما جت قالت لي انا عايزه اعرف رجال الاعمال يتبرعوا لي عشان اصلح شفره الاوضه، جبت لها رجال اعمال اتبرعوا واحنا قاعدين، وفيهم واحد قال لي لو سمحت معايا اللعيبه انا عايز وقت، قلت لها لو سمحت اللي اتبرع بخمسه جنيه ادوا له وقت، اللي اتبرع ب 10 ادوا له وقت. راحت خبطت لي على المكتب قالت لي لا ما تقوليليش وقت، انا بتعامل بضميري، انا ما حدش يقول لي هاتي وقت. قلت لا طبعا من حقهم اي واحد اتبرع بجنيه واحد ياخد وقت. وده كانت بدايه الخلاف بينه وبينها. ما ينفعش، هل يجوز ان حد يتبرع في الحي وما ياخدش وقت؟ لا ما فيش حد يتبرع. انا بصلح شفره اللودر، انا مش عارف. ما فيش حد يتبرع على اي حته من غير وصل عموما، يعني مش في الحي بس. العربيات موجوده من غير كاوتشات، والعربيات ناقصه سلك، والعربيات مش عارفه ايه، وانا ناقصه معدات. قلت لها ماشي، جبت لها رجال اعمال يتبرعوا وقلت يا جماعه ده حينا ولازم ننظفه عشان خاطر ده حاجه في وشنا. راحت هي قالت انا ما اي حد يقول لي على وقت انا ما بديش وصولات لحد. واسال بقى المساعد بتاعها كان بياخد الفلوس يوديها فين وهي كانت بتوديها فين. ليه يا فندم نسال المساعد؟ لا نسال المساعد ليه؟ احنا معانا الدكتوره عزيزه نفسها، نسال المساعد ما هي معانا. يا دكتوره عزيزه يا فندم يا دكتور محمد اتفضلي. وربي وديني ما حصل، وربي وديني ما حصل، وربي وديني ما حصل. والله العظيم ثلاثة إني أنا كنت رايحة ألاقي حي سرق ده عبارة عن تلال من القمامة وساعد وعلى فكرة هي متغير يومي علشان برضه ما اتهمش اللي قبل مني. حي سرق كان عايز نظام خاص من التعاملات، تعاملت بالفعل مع رجال الأعمال المحترمين في حي سرق وشالوا معايا مش هنكر. طيب حضرتك بس ارجوك. ايوه ما انا هسالك في حاجه، هسالك في حاجه. التعديات الابراج اللي سيد بيه حماد بيقول عليها لما راح اشتكاني للمحافظ، المحافظ اتصل عليا اللي هو محمود عشماوي. قال لي ايه حكايه مصرف لاز والتعديات اللي عليه ده؟ افتكر ان مصرف لاز ده مصرف زراعي كان لسه جاي جديد. قلت له يا فندم، كنت انا لسه رايحه بقالي شهر. قلت له يا فندم مصرف لاز ده اللي هي مزرعه البط ده مبني عليه كنيسه وابراج من سنوات ومدخله مرافق وفي بنيه تحتيه وكله، دي مش مزرعه بط، ارض زراعيه، ده هي اسمها كده.
حضرتك دي كانت تهمه سيد بيه حماد ليا، بيتهمني على حاجه مبنيه من حوالي 30 سنه في هناك كنيسه. حضرتك اهالي كانهات يردوا عليك، في كنيسه وفي جامع وفي براد وفي صرف صحي وفي غاز وفي ميه وفي مساكن هناك شعبيه من سنين طويله. طيب ده انا لما رحت حضرتك انا اللي حجمت كل الفوضى اللي كانت موجوده دي بفضل الله وبفضل رجال الحي المحترمين اللي كانوا شغالين معايا. انا بس يعني كده بشكر حضرتك جدا دكتور عزيزه ان حضرتك قلتي ودفعتي، وبشكر سيد نائب سيد حماد، وبشكر طبعا سيد نائبه سوريا الشيخ. الحوار ده ليه؟ ممكن تقول لي احنا ما وصلناش لحاجه، هقول لك اه ما وصلناش لحاجه، لان كل طرف من الطرفين لديه ما يقوله، لديه المعلومات، لديه المستندات اللي بتؤيد كلامه. عندنا موظفة كبيرة في الدولة رئيسة حي بتقول انه في نواب تحالفوا ضدها وطلعوها من وظيفتها، بقت موظفة عادية لانه هي وقفت ضده. النواب بيقولوا لا، احنا بنمارس دورنا الرقابي ومن حقنا ان احنا نقدم طلب إحاطة. يعني على ما أعرفه حكاية طلب إحاطة في رئيس حي دي بالنسبة لي جديدة. يمكن سيادة النائب إيهاب الخولي يقول لنا أنه لا ده بيحصل في لقائنا بيه إن شاء الله، عندنا لقاء مهم معاه. لكن المسألة دلوقتي ما بين الموظفة أو الموظفة الكبيرة في الدولة اللي بتشتكي أن النواب عملوا معاها ده، يا سيدتي لازم تروحي للنيابة ضده. والنواب الموجودين ده مش تحريض يعني، لانه تروح للنيابه تقاضي، كلنا مواطنين. والنواب لديهم ما يؤكد ان في مخالفات او تجاوزات يروحوا هم كمان للنيابه ونشوف المساله. لكن التراشق ده احنا قلنا بس نبين لحضراتكم انه في الناس كلها في مصر يعني موظفه كبيره وبتشتكي. ربنا يلطف بينا ان شاء الله. طيب